السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يقال أنه تسبب في سرقة روفيا، حيث تظهر من خلاله وهي تتلقى طاقم ذهبي فخم جدا ويبدو أنه باهظ الثمن، هدية من والدتها، وليست المرة الأولى التي تكشف فيها عن مجوهرتها عبر البث المباشر ومن خلال فيديوهاتها، مما تسبب في طمع البعض واقتحموا منزلها وحدث ما لم تتوقعه. ربي يخلف.